الآن وسلي لوبيس ركلة الجزاء التاسعة للهلال في دوري زين، فرصة تسجيل هدف رقم 17 يا وسلي، 17 يا وسلي، غاب وغاب لكنه عاد مع الرائد والآن يريد أن يستمر بعودته، يستمر بتسجيله، يستمر بتأثيره مع الهلال. وسلي، وسلي لوبيس، وسلي لوبيس، جول جول جول، أول هلالي عبر وسلي لوبيس يعود للتسجيل، يغيب لكن لا زال الأول، يغيب لكن لا زال الهداف، يغيب لكن لا زال هو رقم واحد بريكورد أو بتسجيل الهدافين في دوري زين. يأتي اللاعب، اللاعب إذن وسلي لوبيس بهدفه رقم 17 في دوري زين، رقم 17 في دوري زين، متعود على التسجيل، كرة ثابتة، ركلات جزاء، صناعة، تسجيل، تأثير كبير جدا لوسلي لوبيس، لكن بالتأكيد مشكلته أنه بفريق لا يعرف إلا الرقم واحد، لا يعرف إلا البطولات، لا يعرف إلا الصدارة، وبالتالي المركز الثاني أمر عادي جدا لدى الزعماء.